يقول: ما حكم من يقول بعد سماع الأذان حقا لا إله إلا الله؟ زيادة حقا هذه لم ترد. يقول لا إله إلا الله، يقول الدعاء الوارد: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا الدعاء الوارد الذي يقال بعد الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول المؤذن ثم أتى بهذا الدعاء بعد الأذان أنها تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.